طبعا كاميرا سبوت لايت بتكون موجوده في كل الاحداث الفنيه المهمه جدا، عشان كده كنا موجودين في تكريم عدد من رموز الفن المصري وبالتحديد المسرح، وتم تكريم الاستاذ خالد جلال والنجم اشرف زكي وعدد كبير من الفنانين. يلا مع بعض نشوف لقاءاتنا الخاصه جدا والحصريه من تكريم الفنانين. رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية لتكريم سيادتكم. يوم جميل جدا، بكرم من كل أصدقائي سواء في القطاع الفنون الشعبية أو من خارج القطاع، يعني ناس كتير جاية بتهنيني، دي أحلى حاجة في الدنيا، أنا مش محتاجة أكتر من كده. تكريم مهم جدا لأنه جاي من البيت اللي أنا اشتغلت فيه أكتر من 30 سنة، فيعتبر تكريم مهم جدا وأنا بشكرهم جدا على هذا التكريم، وبيسعدني طبعا الحمد لله، يعني بيقول إن إحنا الحمد لله اشتغلنا واجتهدنا، وبشكر كل أبناء البيت الفنون الشعبية إن هم اشتغلوا معايا باجتهاد شديد، سواء موظفين أو إداريين أو سواء فنانين أو فنيين، كلهم بصراحة عملوا على أكمل وجه في المكان. الفنان الدكتور أشرف زكي فليتفضل لتكريم سيادته وحصوله على جائزة الدولة التقديرية. دكتور اشرف زكي طبعا متكرم من النقابه العامه للبيت الفني للفنون الشعبيه والاستعراضيه، والاستاذ خالد جلال متكرم، وطبعا احنا بقى كبيت بنكرم الاستاذ ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح، لان بصراحه كانت العلاقه بيننا وبينه كان في يعني ود شديد، وعملنا مع بعض طفره كبيره، وبشكره على الطفره اللي هو عاملها للمركز القومي للمسرح اللي ما حصلتش من سنوات طويله. وكمان بنكرم مدام صفاء بالسعود لانها كانت نجمه من نجوم المسرح الغنائي. النجمه الكبيره الفنانه صفاء بالسعود. يوم جميل جدا، تكريم اساتذتي وحبايبي، استاذه صفاء بالسعود طبعا مثلي الاعلى ونجمه اشتغلت معاها من وانا طفله صغيره، سواء في الاغاني بتاعتها، معظم اغاني احتفالات اعياد الطفوله، ومسلسل ظهور من نور وزهره من بستان وانا طفله برضو، وكبيره اغتيالات شمس، ويعني انا بعشقها حبيبتي. طبعا استاذ خالد جلال، يعني الاستاذ اللي عمل طفره في حاجات كتيره جدا في الفن وفي المسرح. عادل عبده اشتغلت معاه برضه في فرقته وانا صغيره، واخيرا اشتغلت معاه كمدير بيت فني للفنون الشعبيه والاستعراضيه في مسرحيه من انجح مسرحيات سيد درويش، 4 سيزون يعني. طبعا استاذي واخويا الكبير ونقيبي استاذ دكتور اشرف زكي. فالنهارده يوم جميل قوي بتكريم قامات فنيه كبيره جدا. أستاذ عادل النهارده عيد ميلاده، في نفس الوقت هو طالع معاش، فبتبقى إحساسها حلو قوي لما تحس إنه اليوم ده يوم عيد ميلادك اللي أنت خارج فيه بعد ما عملت مجهود كبير وما عملت إنجازات، إن أصحابك اللي بتحبهم وحبايبك وطلابك وتلاميذك وهم جايين يكرموك يحتفلوا بيك، بتبقى إحساس حلو أكيد. إن شاء الله هنعيد مسرحية سيد درويش تاني على مسرح البالون بإذن الله، احتفالا بمئويه سيد درويش 100 سنة على وفاته، هيبقى في شهر 9 إن شاء الله. بعد المسرحية على المسرح القومي مسرحي لأنه أنا عضو مسرح قومي، وعندي إن شاء الله مسلسل هبدأ تصويره بعد العيد الكبير، وهرجع بقى نشاطي الغنائي تاني، بحاول أعمل أغنية سنجل قريب إن شاء الله. رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي لتكريم سيادتك. دايما الإنسان لما بيكون يعني لطيف وشاطر في عمله وبيحب الناس، الناس كلها بتحبه. عادل عبده كان طول الوقت مثالي على المستوى الاخلاقي وعلى مستوى العلاقات مع الناس، عشان كده هتلاقي النهارده يوم مختلف عن اي حد، الناس كلها جايه علشان تبقى تقول له الف مبروك وتقول له ان هو بيبتدي حياه جديده فنيه بعد ما خلص حياته الاداريه. الجانب الاداري ده كمان بيبقى معطل الناس الفنانين كتير عن شغلهم، وانا اعتقد ان منتجه الفني الوقت الجاي هيبقى اكبر بكتير من لما كان رئيس البيت، لان هو مخرج طبعا متميز جدا، وهو من قبل ما يجي البيت
الفني المسرح هو بيعمل اعمال كبيره. انا كمان مرتبط بالمكان ده لان انا كنت ادارت البيت الفني للفنون الشعبيه في وقت من الاوقات، فما كنتش مستغرب ان البيت الفني للفنون الشعبيه لما يكون بيفكر يكرم ناس يكون بيفكر يكرم ناس اللي هم تعاملوا معاهم وعاشوا معاهم فترات طويله، وكان بينا خير كتير ما بيني وما بين المكان اصلا، وكل الناس هنا اصدقائي، كل الفرق اللي موجوده هم اصدقائي. حتى بعد ما بقيت رئيس قطاع الانتاج الثقافي انا ما زلت على يعني تواصل معاهم بشكل دائم. عندنا اعمال كتيره جدا، لسه احنا عاملين افتتاح سيدتي انا لداليا البحيري ونضال الشافعي على المسرح القومي، ولسه فاتحين ياسين وبهيه للكاتب الكبير نجيب سرور الراحل العظيم نجيب سرور على المسرح العايم في بيت الشباب لمسرح الشباب، ولسه فاتحين طيب وامير للمسرح الكوميدي مع هشام اسماعيل، ومجموعه عروض كتير جدا. احنا انتجنا الفتره اللي فاتت حوالي 15 مسرحيه، هو ده اللي شاغلنا يعني ان احنا نعمل موسم مسرحي رائع للشعب المصري. نقيب المهن الموسيقيه الفنان الكبير مصطفى كامل فليتفضل لتكريم سيادته ولتكليفه بالعمل وكيلا للاتحاد العام للنقابات الفنيه. هقول للاستاذ عادل عبده كل سنه وانت طيب وعيد ميلاد سعيد ودايما يا رب موفق في كل اعمالك زي ما كنت موفق قبل كده. بقول الف مبروك لكل زملائي المكرمين، وان شاء الله ربنا يجعل ايامنا كلها في الفن تكريمات ويجعلنا فروقيه فن. يوم بديع طبعا، كله فنان عظام جايين يقدموا اقل حاجه للناس دي النهارده، ان احنا نقول لهم شكرا على مشواركم الكبير وعلى تفانيكم وعلى عطائكم الهائل اللي قدموه على مدار سنوات عمرهم في خدمة فناني مصر وخدمة المسرح المصري وخدمة الثقافة والفن المصري اللي طبعا انت عارف ان هو القوة الناعمة اللي احنا بنواجه بيها كل المخاطر اللي احنا بنتعرض لها من جميع انحاء العالم. فهم قد ايه فرسان عظام جدا، بذلوا كل ما لديهم من جهد وعطاء واخلاص وتفاني عشان يقدموا رسالة تليق ومكانة الفن المصري العظيم.